أكيد نشكر الزميلة صباح على هذا التقرير المميز حول التصوير وفن التصوير. وفنوننا كثيرة، ومن فن التصوير إلى فن مهم جدا يرتبط ارتباطا كبيرا بإدارة حياتنا بشكل صحيح وبشكل منظم وبشكل إيجابي أيضا. فن إدارة الوقت، هل عند انتهاء الدراسة أو المرحلة الدراسية أو الفترة الدراسية لا نحتاج إلى فن لإدارة الوقت، أو لا نحتاج أصلا لإدارة الوقت بشكل إيجابي؟ يعني هل نحتاج فعليا أنه إحنا ندير وقتنا حتى وإن كان في وقت الإجازة؟ نجلة، ايش تتوقع؟ أمس كنا بنتكلم عن تخطيط الإجازة، وأكيد تخطيط لأي شيء يحتاج أنك أنت يكون عندك معدل معين للوقت اللي أنت حتحتاجيه في كل خطوة أو كل مرحلة أنت تمرين فيها. زي لما تقولين باقي شوية على الأذان، أدخل المطبخ قبل بساعة، عندي مشوار مثلا أو عندي موعد للطبيب لازم أتحرك قبل بساعة إلا ربع، الحين قبل بساعتين مع الزحمة. ففن إدارة الوقت فن جدا مهم وله مفاتيح هنتعرف عليها أكثر وأكثر مع ضيفتنا اليوم. اليوم معنا نورة حيدري، طالبة جامعية. خلينا نشوف مفهومها عن إدارة الوقت. نورة، إيش مفهومك عن إدارة الوقت بما أنه أنت طالبة جامعية؟ بتحتاجي أكيد إلى فن في إدارة الوقت ووعي لثمن الوقت نفسه. إدارة الوقت وأنه مفهومها أنه كيف أنت تديرين وقتك، أو أنه كيف تنظمين المهام اللي عندك، سواء مهام دراسية أو مهامك في المنزل. لأنه مو كل الناس عندهم بس فقط دراسة، لا، في بنات ربات منزل عندها أطفال عندها مهام ثانية. لازم تحطين لك ذي اللستة فيها مرتبة الوقت ومنظمة، لأنك تديرين نفسك بنفسك يعني. طيب أنت تعتقدي أنه فن إدارة الوقت يعني له دور أساسي في نجاح أي شخص؟ يعني هل مثلا الشخص الناجح يعتبر شخص مقدر للوقت ويعرف قيمة الوقت وملتزم بمواعيده أو ملتزم بأداء منهجه أو خطته العملية بشكل عام؟ صحيح، لأنه إدارة الوقت إذا أنت عرفت تنظمين وقتك وعرفتي كيف أنك ترتبين المهام اللي عندك، أكيد راح تنجزين أكثر من أي أحد ثاني ما هو مهتم لإدارة الوقت. أكيد أي إنسان ناجح مهتم جدا بالوقت وبإدارة الوقت. قاعدة تتكلم نورة عن إدارة الوقت وفن إدارة الوقت. طب كيف أنا، إيش هو فن إدارة الوقت؟ يعني نورة من وجهة نظرك كيف أنت مثلا بيكون عندك هذا الفن أو هذا الحس في إدارة الوقت؟ قولي لنا كيف مثلا إذا كان يوم عادي، كيف مثلا نورة بتصحى من النوم بتعملي مثلا زي خطة أو بتعملي زي جدول ليومك بحيث أنه أنت تنظمي وقتك، ولا كيف بالضبط؟ شوفي، إدارة الوقت تختلف من شخص لآخر. يعني مثلا أنا الحين إذا حابة أني أرتب وقتي أحط، في ناس تكتب، في ناس بس مجرد أنها تفكر إيش ترتب أفكارها. فإذا كنت من الناس اللي تكتب عادي، اكتبي لستة على جنب، أنا الساعة كذا الساعة كذا راح أسوي المهمة التالية. مثلا أنا عندي والله موعد مهم لازم أخلص الساعة، وأكتب الساعة وأكتب الوقت. إذا مثلا صار عندي أحط لي وقت للوقت الضرورة، وقت اضطراري يعني، أتحطين لك وقت راحة. فكل شخص وشخص يختلف كيف أنه يدير وقته أو ينظم الوقت. طبعا احنا مثل ما نعرف انه فن إدارة الوقت هو يمكن اشياء نتربى عليها ونهتم بالوقت من يعني من احنا وصغار، مثلا يلا قوموا بسرعه باقي ربع ساعه نص ساعه على المدرسه، نحتاج مثلا نخلص بسرعه عشان نطلع المشوار الفلاني. ولكن الان تطور العصر واصبح في كل مجال في له دورات تدريبيه، في له برامج تساعدك على انك انت تعيشي هذا المجال. يعني مثلا فن إدارة الوقت يمكن في بعض البرامج اللي موجوده على الاجهزه الذكيه اللي تقدر تساعدك انها تنسق لك وقتك وتحط لك برامج معينه. هل تعتقدي انه هذه الاشياء خلتنا نهتم بالوقت اكثر، ولا يمكن مشاغل الحياه من كثرها صار الواحد مو ملحق؟ يعني شيء ورا شيء ما على وقت ووقت المواعيد. لا، الناس مستعجله تبغى كل شيء بسرعه، فانا بعد من الناس اللي تبغى كل شيء بسرعه. فالبرامج اللي موجودة حالياً تساعد، هي أداة إضافة بس إنها تساعدك إنه زيد تنبهك ترى أنت عندك الموعد الفلاني، أنت عندك الشغلة الفلانية. فلما يكون عندك هذه البرامج بالعكس هذه مهمة وحلوة. طب والدورات، يعني الدورات يعني ما شاء الله في كل المجالات كل صار في دائماً دورات وندوات توعوية ومواضيع وأشخاص يعني ذوي اهتمام في هذا المجال يعطوك مختصر مفيد عن خلاصة الأشياء اللي هم درسوها عشان أنت تأخذيها بنقاط أساسية وتستفيدي منها. هل تعتقدي الدورات اللي تساعدك على فهم إدارة الوقت أو تنسيق الوقت أو التخطيط أو بشكل عام، هل هي مفيدة بالفعل مجدية؟ صحيح صحيح، مهمة. أنا التحقت في دورة نفس تخصصي في الجامعة في مادة إدارة الوقت ومهارة الاتصال، مركزين عليها في الوقت الحالي لأنه لازم أنه ننجز لنفسنا لغيرنا، لازم نحتاج إدارة وقت. جميل جدا. طيب نورة، كيف
مثلا البنات او الفتيات، يعني خلينا نقول احنا دائما بنحتاج وقت اكبر من الرجال. صحيح. لانه مشاويرنا كثيره، امورنا ما بتخلص، يعني اولوياتنا كثيره جدا. فكيف صحيح. تقدر الفتاه او الشابه انه هي ترتب وتدير وقتها وتستغل كل وقت، خاصه في وقت الاجازه بتكون في اشياء مأجلتها في فتره الدراسه، بتقول لا في الاجازه راح اعملها، كيف تقدر تستغل وقت الاجازه بشكل صحيح؟ اوكي، اذا شوفي اذا انت بتقولين لنفسك انا راح اجل ما راح تخلصين اي شيء ابد، فكيف اني انظم وقتي او انه اعدل بالاجازه؟ شوف بالاجازه الناس تتكسل، خصوصا البنات، في طلعات، في راحات، في جيات، في جمعات الاهل، لازم تتعلمين انك تقولين لا والله انا ما ابغى اطلع الحين، خليني اخلص شغلي اول بعدين اطلع واسوي الامور الثانيه، لانه في اشياء مهمه واهم كل هذه الامور. فلازم ان نلتحق في هذه الدورات، خصوصا بالاجازه مره مليانه بكل مكان، كل معهد يسوونها. ف عادي جدا، شيء بسيط، انت راح تستفيدين من وقت فراغك، يعني حتى بعدين تنجزين شيء مهم، مثلا تكتبين انه زي ما قلت لك مذكره على جنب، انا راح اعمل كذا، انا راح اسوي كذا، مثلا خليتي في احد هذه الاشياء، تقدرين تعوضينها بالوقت اللي انت حاطته اصلا اجازه. طب يعني انت تعتقدي مين الاكثر عنده احساس باهميه الوقت والالتزام، هل الفتاه ام الشاب؟ من دون زعل يعني خلينا صريحين، لا شوفي الاولاد رجال يهتمون بالوقت، بس كالتزام في الوقت احس لا سيدة الرجل ما بيكون عنده اللي هو شوفي انا كنت في الوقت ولا الشباب لا شوفي الاولاد يهتمون بالوقت اكثر فعلا، بس انا لو تكلمنا على فئه الشباب يمكن الشباب يهتمون بالوقت اكثر، بس لما تصيري ام وملتزمه وعندك ارتباطات يصير الالتزام بالوقت عندها اهم من الزوج. في كل الجنبين، في ناس تهتم وفي ناس ما تهتم، يعني بس اتوقع ان الرجال اكثر يهتمون بالوقت. جميل جدا، اكيد نستوقفك نوره. معانا الاستاذه منى المالكي المشرفه على فكره مشروع مركز ستايلي للموهوبات. هلا وسهلا فيك استاذه منى. هلا وسهلا. هلا وسهلا. يعني قاعدين نتكلم استاذه منى عن فن اداره الوقت بشكل صحيح ومناسب جدا، خاصه للفتيات، يعني لانه فتره اجازه وبنكون حابين احنا نستغل كل دقيقه في فتره الاجازه. لكن خلينا نتكلم عن كيف تستفيد الفتاه بشكل ايجابي في فتره الاجازه بكل دقيقه تمر من وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله عز وجل والصلاه والسلام على نبينا محمد، وكل عام والمملكه العربيه السعوديه جميع افرادها بخير. وانت بخير يا رب. صحه وسلامه. اول شيء الاجازه تشكل هاجس، واحيانا تصير عند الفتاه وعند الاسره وعند المجتمع تشعر الفتاه باحباط احيانا، فهذه يعني باختصار طريقه لافكار لتساعد الفتاة في قضاء الإجازة بشكل يعود عليها بالفائدة. صحيح. فمثلاً في أوقات الإجازة يمكن للفتاة العمل والتطوع في بعض المستوصفات مثلاً والمستشفيات، في مجال السجلات الطبية، أيضاً يمكنها الاشتراك في النوادي، أيضاً يمكنها الاشتراك في مثلاً تفكر في العمل في التسويق مع بعض الشركات. في هناك فتيات لديهن يعني حب المكياج والتزيين ويعني التسويق لهذه المنتجات، مثلا هناك مثلا طريقه فكره الاشتراك في الدورات التدريبيه بشتى انواعها، الاشتراك في النوادي الرياضيه والاعمال التطوعيه، ايضا ممكنها ايضا تعلم الطبخ، ممكنها مثلا ممارسة أن تكون مدربة مثلا في مجال اللغة الإنجليزية إذا كان لديها المقدرة التي تؤهلها. جميل، يعني كبداية تشوف إيش الأشياء اللي هي حابتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الواتس مثلا والفيسبوك والتويتر، أي طريقة. حلو. وهي في المنزل، هالفكرة لا تكلفها شيء، تعمل جروب وتشارك الآخرين مثلا. ممكن تدرب الفتيات الصغيرات على العمل على بعض الاطباق وتمنحهن الثقه في هذا المجال. هل تعتقدي عفوا استاذه منى، هل تعتقدي انه التطور في الاجهزه، ويعني خلينا نتكلم عن السوشيال ميديا، انت قلتي ممكن انها تسوي جروب وتقدر تتنسق بينها وبين زميلاتها انهم يستفيدوا من الوقت،
هل تعتقدي انه بعض الاحيان هذا الوقت اللي احنا قاعدين نهدره بالحوار بيننا او المناقشات بيننا وبين زميلاتنا يعتبر هدر للوقت، ولا ممكن يكون انه لا احنا قاعدين ايوه ناخذ نتيجه ايجابيه؟ لا، ممكن نطلع بنتيجه ايجابيه اذا احنا اتبعنا مثلا وسائل صحيحه، ممكن نصل الى خطوات الى الامام الى النجاح. جميل جدا. أثارت نجلة نقطة مهمة جدا، اللي هي فعليا في فترة الإجازة بتكثر الجمعات فعليا أستاذة منى بشكل كبير جدا، خاصة بين الفتيات والشابات في هذه المرحلة. هل بتقترحي مثلا إن كان في جمعة بنات مثلا يكون في محور يركزوا الحديث عنه، أو يكون في موضوع يبدأوا ياخذوا فيه الآراء ويطرحوه ويتداولوا، ولا تترك المواضيع عشوائية ويبدأ ينتقى منها موضوع خاص مثلا يبدوا يتكلموا فيه؟ أنا فهمت من سؤالك أنك تقصدين طبعا نريد أن نطرح فكرة ونرتب لها من قبل، إذا كذلك؟ بالضبط، صحيح. إذا كان في مثلا جمعة خاصة، جمعة بنات اللي هي العادية اللي بيعملوها إن شاء الله يضيعوا وقتهم بالكلام، أو بالغيبة أو بأشياء ما لها داعي فعليا. لا، ما في غيبة، إحنا نتكلم بالواقع. نعم. نعم، أنا أعرف مثلا مجموعة بنات أو جماعات أو أسر مثلا، لي أنا ما أكون شخصية قيادية وأطرح يعني أخطط للإجازة ولهذه المجموعة وأشترك معهم ونفذ فكرة وأطرحها، وغدا إن شاء الله تخرج للمجتمع من خلال هذا الجروب. جميل. في الجروب الأفكار، تبادل الأفكار من الأشياء المهمة والجميلة. نعم، صحيح. يعطيك أكيد ألف عافية أستاذة منى المالكي المشرفة على فكرة مشروع مركز ستايلي للموهوبات. شكرا لك، وأكيد شكرا على مداخلتك في موضوعنا اليوم. ما شاء الله تحسي في صوتها في حماس، ودليل على أنه هي عندها شغف في هذا المجال. صحيح. فهذا يمكن من الأشياء اللي تحفز الشخص بأنه لما يكون يبغى يدير الوقت أو يخطط لشيء أو يكون في عنده هذا الشغف ويكون عنده الاهتمام وأيضا الإصرار. صحيح. طبعا إدارة الوقت تساعدك على النجاح مثل ما ذكرنا، وممكن تساعدك على أنه يكون عندك وقت فراغ أو وقت ممكن تقدر تقولي أنك تستفيدي منه. صحيح. بأشياء أخرى. هل تعتقدي أنه الشخص اللي يكون عنده إدارة وقت يكون عنده وقت فراغ أكثر، ولا الشخص اللي ما عنده تنسيق للوقت وقت الفراغ عنده أكثر؟ شوفي، اللي ما ينسق وقته أحس أصلا أنه هو فاضي، لكنه يطلع ويروح ويجي، بس برضو يصير فيه أنه الواحد فاضي في فراغ. لكن اللي يدير وقته راح يكون عنده وقت إضافي أنه ينجز أشياء ثانية، أشياء يعني ممكن أنه تفيده، مو بس فقط مجال العمل لا، أو الدراسة لا، أشياء ثانية يعني. جميل. جانبية. جميل. طيب نورة، خلينا نتكلم عن سوء التخطيط للإجازة. هل أنه مثلا إذا أنا ما خططت للإجازة أو في فترة الإجازة ممكن أنه هو يعود على الإجازة أنه ما تكون إجازة مجدية، ولا ممكن تبدأ وتجي أشياء فجأة وتزين هذه الإجازة وتمشي الأمور وتنتهي الإجازة عادي يعني؟ صحيح، في ناس كذا أنه عادي خلون الأمور تجي زي ما تجي، أنه يعني ما في أحلى من الشيء الصدفة يعني. تسهيل يعني، تجي زي ما تجي. فشوفي، الواحد إذا كان مهتم بإدارة الوقت أصلا راح يخطط الإجازة قبل ما تجي، أنا إيش راح أسوي، وين راح أسافر، وين راح أخذ الأهل، وين حتى أنت جالسة. صح صحيح. لكن الشخص الفاضي أصلا ما راح يفكر، ما راح زي ما تجي. ما له خلق أصلا إنه يرتب يمكن. صحيح. الحين احنا بنلاحظ طبعا بالاعمال الجديه او بالاشياء اللي فيها شويه رسميه يكونوا دائما مهتمين بالوقت، ويكون ايضا في عليه يعني شروط او عقوبات او يمكن اشياء معينه، مثلا اذا انت ما التزمتي بالوقت او اذا انت ما انهيتي العمل الفلاني بالوقت الفلاني، زي مثلا لما يعلمونا ايام المدرسه انه عندك الواجب بكره. لازم صح الواجب. فيصير في يمكن حتى لو الوقت بعيد، بس يصير في انه الواحد يلتزم باشياء معينه. صحيح. هل تعتبري انه لما يكون في عندك خطه عمل ومرتبطه بوقت معين وفي عليها عقوبات في النهايه، تعلم الشخص على انه يلتزم بالوقت، ولا ممكن انها بس تجبره بس لهذا العمل؟ لا شوفي، تجبر اصلا ما راح يكون في انجاز حلو، لان انت مسوي شيء مغصوب عليه. لكن انت اذا صار في عندك مثلا انه هذه الشروط او هذه الاشياء، خذيها جانب ايجابي، انه والله عشان انجز شغلي اكثر واسرع ويجي شغل ثاني واسوي. فما ناخذها بشيء سلبي انه اجبار وغصب يعني، ما ناخذها نقطه سلبيه انه مثلا لا. اذا ما سويت الشيء الفلاني بتاخذ العقوبه الفلانيه. لا، هذه ايجابيه، التنبيه الفلاني، هذه شيء من صالح الوقت، صالحك انت وصالح الناس اللي انت ملتزمه معاهم للوقت برضه.
جميل. طيب نورة خلينا في النهاية كذا ناخذ منك بعض النصائح حابة أنه أنت تقدميها لكل فتاة قاعدة تتابعنا الآن، بما أنه لسه عندنا تقريبا شهر باقي في الإجازة أو شهر وشوي، إيش تقولي لهم بحيث أنه اللي ما خططت يمديها إن شاء الله ولسه في وقت، إيش بعض النصائح اللي تقدميها لها للتخطيط للإجازة وإدارة الوقت؟ أحب أقول لهم أنه استغلي كل وقت عندك فاضي. إذا أنت حابة أنك تحبين البرامج التطوعية زي ما ذكرت زميلتي، أنه إذا حابة تدخلين في أي مجال تطوعي المعاهد موجودة، أنت من نفسك تقدرين تجمعين لك جروب وتسوين لنفسك يعني خطة. الشيء الثاني أنه لا تقولي لا، تعلمي كلمة لا، أنه مثلا في أشياء مهمة لازم تنجزينها تقولين لا على أساس أنه تخففين الضغط اللي عليك وتنجزين شيء. كوني متفائلة، خلي عندك إصرار للنجاح، دائما فكري أنه الأشياء إذا تزمتي فيها مو أنه إكراه، لا بالعكس شيء إيجابي وشيء حلو أنك تتطورين ويصير عندك شيء يفيدك ويفيد المجتمع وأهلك واللي حالك. جميل، يعطيك ألف عافية أكيد نورة، وشكرا على هالنصائح الجميلة. أكيد دائما لما بتكون العمر متقارب فتيات قاعدين يتابعونا أو شابات قريبين في سنك أكيد حياخذوا من كلامك أكيد العظة والعبرة. شكرا، يعطيك ألف عافية. شكرا لك، أكيد استفدنا من إدارة الوقت صحيح في الوقت القصير اللي قضيتيه معنا نورة، يعطيك العافية. أعزائي المشاهدين، مثل ما ذكرنا في البداية تكلمنا عن الفرحة وفرحة العيد والحلويات والأمور الجميلة، أيضا نتكلم عن الفرحة دائما مرتبطة بالورود، ووجود الورود يرسم الفرحة والابتسامة على وجوهنا، قد تكون الحمد لله على السلامة، قد تكون يعطيك العافية، قد تكون شكرا، قد تكون أهلا وسهلا، كل هذه العبارات الجميلة مرتبطة بباقة ورد أو يمكن بوردة واحدة في بعض الأحيان. خلينا نشوف هذا التقرير عن الورد وجمال الورد، ولا تروحوا بعيد عن السعودية الأولى.